تتوصل ديما. على وخيانا جثث تطفو على سطح شاطئ مدينة جرجيس التونسية وأخرى على شاطئ مدينة المهدية. شبان من تونس وأفريقيا جنوب الصحراء تقطعت بهم السبل في جاد موطن شغل في بلدانهم، فركبوا قوارب الموت في اتجاه الضفة الشمالية للمتوسط أملا في العيش الكريم بحسب ما يرى طيف واسع من أبناء جيلهم. شباب تعب على الاخر، فهمتني؟ شباب يتلز بالسيف باش يحرق. البتالة المعيشة خايبة في البلاد، ما تنجم تعمل حتى شيء، تخدم بيه معناتها ما تنجمش تخدم بيه معناتها تصرف فيه في نهار كامل، ما تنجمش تعمل حتى شيء، وأكثر وأقل. وفي مقابل ذلك، هناك من الشباب من فضل الاستثمار في بلده ومحاولة تأمين العيش الكريم على الرغم من انسداد أفق الفرص أحيانا. غير شرعي ما ننصحش بيه يعني حقيقة، معناها خاطر ديجا خاطر كيف يمشيو الغاديكا ما عندهمش شنو معناتها الدبلوم، ما عندهمش الشهادة معناتها اللي ينجموا يخدموا بها غاديكا باش يلقاو معناتها معناتها شغل مطيشين في الشارع ولا ما عندهمش معناتها شنو ينجموا، فهمت؟ ولا هي بطبيعتها هي الحرقة حاجة سلبية، مي ما تلز الشاب التونسي باش يحرق كان ما فما وضع خايب معناها عايش بيه. تراجع فرص العمل وتردي المقدورات الشرائية وتعاظم الأزمات الاجتماعية، كلها أسباب زادت في تدفق موجة الهجرة غير الشرعية. كل هذا يضع الحكومة التونسية أمام اختبار صعب، توفير العيش الكريم للشباب برغم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. بين من فقد الأمل في جد فرصة عمل تحفظ كرامته فاختار الهجرة غير الشرعية، ومن ما زال يراهن على تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، تتباين آراء الشباب التونسي حيال الهجرة غير الشرعية، ظاهرة آخذة في التفشي يوما بعد يوم. بلال مبروك، الغد، تونس.